الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ربنا ذكر خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما وذكر ربنا قال بهذه الآيات بل الظالمون في ضلال مبين. أي ذكر العلامة ابن كثير قال الله سبحانه وتعالى أي الظالمون أي المشركون الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى وهو رازقهم وخالقهم مع ذلك يعبدون الأوثان والأنداد يجعل الله سبحانه وتعالى الأنداد والأوثان. ربنا قال في ضلال مبين قال العلامة ابن كثير أي في ضلال مبين واضح لا خفاء فيه. ذول كونه ها ربنا رازقه وخلقه وقال لك ربنا قال في آية ثانية لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا الفعل بيعملوه الطوفية عندنا في البلد دي. وأنا سمعت واحد قبل شوية بيتكلم ها مع في التليفون قال له جماعة ده جابوا معاه ناس قدر البراميل جيبوا جماعة. والله لو جيتوا ها لو جيتوا يا طوفية مليارات ما بنخليكم والله لو جيتوا مليارات نموت معاكم إلى الله سبحانه وتعالى. الناس تموت في حرام القلوب طلب نحن ما نموت في الدين نموت ما نموت في الدين. أنبياء ماتوا يا صوفي أتكلم قال له يا أخي جايبين ناس زي البراميل زي البراميل ما نحن الله موكلنا نحن بناكل باصة بناكل لبن لكن بنردعك لما تتكيف. ناس موحدين أنت بتاكل البطيخ وبتاكل السمك وبرضه مشرك لأنه بتنادي غير الله. ها ربنا قال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خلاك عندك عينين واثنين ومنفخ خدي منه تبع رب العالمين تبع رب العالمين تيد هددنا نحن تقول له جماعة ونحن جاهزين نحن ذاته جاهزين لأنه المادة مرة واحدة المسلم بيموت والمشرك بيموت والشيعي بيموت لكن خير تموت فينا يا جماعة خير تكون موحد خير تكون موحد. وربنا حكى عن الأنبياء يا صوفي ربنا حكى عن الأنبياء قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. دي الآية دي فيها ثبات حتى للموحد الموحد ما يخاف حتى انت الموحد زي ما قال الشيخ الألباني الدول الموحد زي المنشار منشار ده فوق بياكل تحت بياكل. الموحد كان مات كان حيا بيكون رجل عزيز ورافع راسه فوق وكان مات بيموت على التوحيد يبقى ما خسران لكن زي ما قال فرفور الصوفي هو الضيعان في الحالتين هو في الحالتين هو الضايع الصوفي في الحالتين هو الضايع لانه هنا بنادي الجماعه ديل بقول في الليله العادي
بنادي سيادي جملة الضرادي وقوم يا خي ناديهم لي رجال الله البذير البي بنادي رجال. ربنا قال تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالق أحسن الخالقين. قال الإعلام ابن كثير البعل هو الرجل، البعل هو الرجل، راجل زيك يا أخ يخش الدبلوزيه يبوا لي الإبريق تعبت عندك قبضة راجل راجل ها. لو أصلا كان في دعاء أكان ننادي سيد الرجال الرسول عليه الصلاة والسلام، ده سيد الرجال ها. فالناس ديال الصوفية ديال ها والله يا جماعة هنا الخرب البلد دي، هنا زاد الدولار فوق، دولار ده فوق مرة زايد ومرة ناقص. ما واحد يقول لك يجيك واحد أخو مسلم ويفتكر وينبغي، لا المشكلة في زيادة الدولار ده الصوفي ولا أخو المسلم، دي المشكلة دي المشكلة ها. وفي على أزعار لأنه الأخ المسلم بيرفع الصوف، صوفية ما في ناس رفعوهم في البلد دي إلا جماعة الإخوان المسلمين والحزبيين، وده كلهم نحن ما نقول لك ننصار سنة ولا دجنو، كلهم ده الأخوان مسلمين، يعني أنا خليتهم كدكم ليمون كلهم أخوان مسلمين، يعني أخو مسلم زايد أنصار سنة زايد شنو زايد حزبي كله انت خليتهم كدي بيجيبوا لك جماعة الإخوان المسلمين، بيجيبوا لك شنو حسن سيد غض كلهم إلى آخر مسلم في هذه الأمة موجود، إلى الإخوان المسلمين اليوم موجودين، لأنه حتى الصوفية رفعونا الجماعة دي جماعة الإخوان المسلمين. وفي رئيس ها تابع لتنظيم أنصار السنة قال الصوفية، قال نحن كأنصار سنة، قال نحن وانت تقول انا كاخو مسلم ها، قال نحن كانصار سنه ما بنرضى في الصوفيه ولا الاخوان المسلمين، ولا الصوفيه والاخوان المسلمين ما بيرضوا فينا كانصار سنه. حتى دي حلوها كيف دي؟ زي الزول دخل بحمد ومرق بخوجلي قال نحن واحد، كلام ده قالوهم زاد عشان ما في واحد انصار سنه عليك دي. قالوا ده رئيسك، ده رئيس التنظيم جوا وبرا جوا وبرا، عشان كده بلد ديك في واحد مات اسمه الشيخ الهديه، ده كان ماسك رئيس ها رئيس المركز العام، رئيس المركز العام. الكلام ده من زمان ما حسي يا جماعه، قبل 25 سنه يمكن في ناس كانوا برضو حاسين، قبل 25 سنه الهديه قال سال عمر الجدري في برنامج قال انا ما عندي مشكله مع الصوفيه والصوفيه احبابي، وقال قالوا له ايه رايك في البرعي؟ سال عمر الجدري قال له البرعي حبيبي حبيبك، ده من زمان قال البرعي حبيبي، عشان كده ناس اسماعيل عثمان لا من فاتوا هناك الكباجي الكلام ده ما جابوه من زمان اصلا، شيخ زادو كان بيسوي كده من زمان، يقبل الناس يدعوا للتوحيد 200 انصار سنه 200 دعوات للتوحيد، إذا كان قبل 25 سنة ده كلامكم، إذا كان قبل 25 سنة ما 2017 ولا 2013 ولا 2001 ولا سنة 90، قبل 25 سنة إذا كان ده شيخهم، كيف لما يجي إمام الحرم ويفوت معاه ها إسماعيل عثمان وده كلهم سلورية، إسماعيل عثمان وفات معاه على الدين الزاك ها عصام احمد البشير محمد عبد الكريم ها مجموعه من انصار السنه فاتوا مع الزول ده، وفات معاهم عبد الحيوزف، عبد الحيوزف الذي مشى للشيخ ود الابيض هنا وبمدح ذاك بمدحوا عبد الحيوزف بيسوي كده، قال له اكرمك الله جينا نتعلم منكم الدين، شوف المبتدع ده قال له جينا نتعلم منكم الدين، مبتدع ضل وده زاده عبد الحيوزف، قال القروش زاده نانيا الدولار بيجي بواسطة ها للقروش بيجي بواسطة عبد الحيوزف، عشان كده عبد الحيوزف انصار السنة ما بيرضوا فيه الكلام، ما بيرضوا فيه الكلام نهائي، ما بيرضوا فيه الكلام. ولما جالوا اذا الواحد من اخواننا الفضلاء قابل عبد الحيوزف قال له ما رايك في جماعة مجرحاتية شباب مجرحاتية يسموا الناس مذم الفقير، رايك شنو في الجماعه ديل؟ واحد من اخواننا الفضلاء قال له والله يا شيخ ديل ملوا البلد ولا ملوا الدنيا، قال له
والظاهر انه دعمهم جهات اجنبيه. بالله جهات اجنبيه. وتاني قالوا قال له طيب ما رايك في جماعه الاخوان المسلمين؟ قال له والله ما اعرف. شو هذول المبتدعين ده؟ والله لا اعرفهم. ما تعرفهم يا عبد الحيودي؟ انت عرفت ده؟ قلت ده دعمهم جهات اجنبيه. ما عرفت الجماعه ده؟ ده كله الضلال، لانه الناس ذول ناس ضالين يا ذول وناس مجرمين. عشان كده نحن نكشفهم كلهم، والله والله نكشفهم كلهم، لانه الناس ذول كتموا الحق وعلى علم. ها على علم فيهم من قرا في ها المدينه. على سبيل المثال عصام احمد البشير ده بيمدح شيخ البرعي. عصام احمد البشير ده بيمدح شيخ البرعي، والله ليته لو مدح فرفور، والله لانه فرفور يا غناي صح، لكن ده نشر الشرقه. امه قاعده له امه بيمدح في شيخ عبد الرحيم البرعي واثنى عليه. ها وربنا وده من الذين ربنا قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. الناس ما سووا واحد، لا تابوا لا اصلحوا لا بينوا. عشان كده ابن يعقوبكم ما بنخليكم النهايه الا توبوا الا توبوا. عبد الحيوزف دي رساله لك، توب توب يا عبد الحيوزف، توب توب وارجع. لانه كلامك ده انت ها بتشجع على الشرك وعلى الكفر، وعندك كتاب بتكفر فيه حكام المسلمين، كتاب الاستبداد السياسي، ما تبت. واحد قال لي عبد الحي تاب، تاب وين؟ في الحمام؟ ما تاب. زي ما انت قلت شيخ الاسلام قال ها من اظهر بدعته بين الناس الواجب ورد عليه بين الناس، والواجب كان تاب. ربنا قال الذين تابوا واصلحوا وبينوا. زي ما نشرت كتاب في هذا الكلام كمان تشر تقول انا تبت. ما تتوب مالك انت خايف من شنو؟ ربنا بيرفعك، توب توب لله عز وجل، لانه العمر ده بسيط يا عبد الحيوزف ويا عصام احمد البشير ويا محمد عبد الكريم ويا اسماعيل الماحي ويعرف الجبراوي والغلباوي كلكم كلكم ما ها توبوا لله سبحانه وتعالى، توبوا لله عز وجل. الرسول قال اعمار امتي ما بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز. فالناس دي والله هؤلاء الصوفيه والاخوان المسلمين وبمساعدة انصار السنه والله هنا جابوا لنا الغلده والله وطالله. وانا يا اخي بستغرب لذول، خلي ذول عادي الساكت، ذول عرف الصوفيه نشروا الشرك يقطع تمدح الصوفيه؟ انت كانصار سنه زي ما قلت انت كانصار سنه ها الصوفيه دي تمدحهم في شنو؟ انت ما مدحت اخوانك السلفيين ديل ها السلفيين ديل اهل الحق؟ قال لين ديل بيكشر السلفيين ما بل بيسبوا المشايخ الكبار شيخ ربيع والشيخ الفوزان ها والناس دي كلهم 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 حسي، لانه انصار حتى السروريه حتى انصار السنه قلنا بقوا سروريه ديل وبقوا اخوان مسلمين بقوا صوفيه عديل ولا ما بقوا صوفيه عديل، لانه نائب رئيس انصار السنه محمد اللمين اسماعيل جابوه لابس شعار الصوفيه. شعار ده حق شنو؟ حق ها مصنع الكاب؟ ده ما حق الصوفيه، حق الصوفيه. ورسول عند مسلم عند مسلم رسول قال من تشبه بقوم فهو شنو؟ فهو منهم. انت شبهت بالصوفيه انت صوفي، شبهت بالاخوان المسلمين انت اخو مسلم، شبهت بالسلفيين انت سلفي، انت سلفي، لانه السلفيه دي منهج، السلفيه دي منهج، السلفيه دي ما شعار وطاقيه تحطها في راسك وتنزلها، لا 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 ما على كيفك، السلفيه دي منهج تطبقه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم السلف الصالح. دي الصوفية ها دي السلفية، أقصد دي السلفية دي السلفية. فاليوم الناس دي يقول ساي دي يقول مزورة دي يقول مزورة، تلقى واحد مقصر وملتحي ويا حاجة، لكن ها ما في حاجة، أكلوا الدودو ما في حاجة ما في حاجة يكوري ما في حاجة. عشان كده يا عبد الله الناس دي والله والله دي نصيحتي لك، تحذر منهم. انت كداعي سلفي في كل مكان وربنا بيرفعك، لو كلام ده ابتغيته وجه الله سبحانه وتعالى ربنا بيرفعك، لانه دي دعوة الانبياء ودعوة الائمة الاربعة ودعوة الامام محمد عبد الوهاب ودعوة الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين.
وإلى المات والحي الموجودين أهل السلفيين. دي دعوتهم، دي دعوتهم. ما تتبع لك ناس، ناس نادى الواحد عشان ريال، عشان ريال يطرش الدين كله، عشان ريال، عشان ريال. ربنا قال ولقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. في ناس عشان ريال، عشان ريال. ها، واليوم الجماعات دي أنا أختم لك، الجماعات دي اتلمت كلها شنو؟ كتلة واحدة. تلموا الصوفية صارت سنة، ها، وبغاد الزمن صارت سنة جناح زيد وجناح الهدية وجناح وين وناس الصافية ذات في جماعة اسمهم الصافي. ديل عاملين بها شخصية تابعين للألباني، ديل تابعين للحلبي مال الألباني، تابعين للحلبي يا صفوجي. ما تعالي كده، أنت تابع للحلبي، تابع للحلبي، والحلبي هم مدعوين أهل العلم، ها، تابع للحلبي وتابع لمختار بدري. الآن زمان أصلا شغلنا كان في أنصار السنة، اليوم أتلموا بس قاعدين في قعوة عام مختار بدري. ها، قبل شهور مختار بدري والهواري دكتور خالد في بيت واحد من العبادي، وما اعرف واحد اسمه هشام مدني ده في السعودي برضه صفوجي، يعني مجموعه من الصفوجيه ومجموعه من معرف المركز العام ومجموعه معارف من انصار السنه اتلموا في قعده بتاعت عشاء، قعده بتاعت عشاء زي ما قال شيخ مزمل ما بعرف طارين فيها طحنيه وشعيريه، شعيريه كده سمحه بالسكانيه تب 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 روحوا المنهج. قالوا اليوم، ها، لانه قالوا ده زمان، ها، مختار بدري قال كلام ده كله كان شنو؟ كلام يعني قال يعني بمعناه قال يعني انه الكلام اللي كان بيننا وبين انصار السنه ده قال كان في قيل وقال، قيل وقال 25 سنه يا مختار بدري. مختار بدري ده بيطعن في اهل العلم وبدعوا الشيخ الامام الشيخ العالم النجمي احمد النجمي، بدعوا في كتاب كثير اسمه ضحط شبهات، ضحط شبهات المفتري مختار البدري، بدع المختار البدري هو ها بتاع الصافيه ده، فبدعوا ده مختار البدري بيطعن في شيخ ربيع وبيطعن في الشيخ الفوزان وبيطعن في عبيد الجابري واهل العلم بيطعن فيهم. فده ديل ما سلفيين، ديل ما سلفيين، لانه ما بدعوا للتوحيد، الناس ديل ما بدعوا للتوحيد نهائي، ما بدعوا للتوحيد نهائي. نفتح فرصة للنقاش في صوفي أخو مسلم، ها، جبهاجي شيعي صار سنة، ها، كلك صار سنة طبعا، والأخو المسلم كلهم واحد زي ما قلت لك، ده كلهم واحد. لما يقول لك أخو مسلم معناه ده بدي برضه الثاني صار سنة واحد واحد، عشان حس إن شاء الله هذول قال جايين لكم ده عشان تنجموا تغجموا كلكم، انت والجايين، انت والجايين كلكم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. فانا ما داير اطيل، اقدم الشيخ شهاب من بعد ان شاء الله.